الذي صرحون فيه الحركة الشعبية عمله الأول هو الوحدة، وبالتالي عندما يصرح نحن نعرف ما اختيار الشعب السوداني أمام الصناديق، الوحدة إما الانفصال الشعب جنوب السودان، لكن كان يبدو أن الرئيس البشير يشجع الوحدة أكثر. إذا رجعت للخطاب الخطابين التي تم إلقاؤهما في مدينة يامبيا بيوم أمس، كان خطاب البشير ميالا إلى أن الجنوبيين لكم تتقوقعوا كفي الجنوب، وبالتالي كان خطاب السيد نائب أول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير مياديد كان يدعو للوحدة ودعا الشعب جنوب السودان أن يخضعوا للوحدة، لكن عمل الحركة الشعبية. والآن الحركة الشعبية كما تعلم عندما رشح الأستاذ ياسر عرمان كان كأنه اللي يريد أن يقول للشعب السوداني ها نحن الحركة اليوم نؤكد الوحدة اللي ظلينا أن النقاط من أجله نتكلم أنه، لكن اليوم يدي من داخل الخرطوم ومن داخل أروغ المنظمة الوطني من رأس النظام ألا دعوة للانفصال. دعوة الانفصال تأتي من المؤتمر الوطني. طيب أستاذ فتحي شايلة، استمعت معي إلى هذا الكلام من أستاذ دينق منوال، هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا نبرة الرئيس البشير ومضمون خطابه هو نقد لقيم الوحدة التي قام عليها المؤتمر؟ نحن نواجه واقع حقيقي يجب أن نتعامل معه بموضوعية. خيار الشعب السوداني في والمؤتمر الوطني بكامله ضرورة وحدة وطنية طوعية دون إكراه. الناس عندما يتحدثون عن وحدة جاذبة، نحن في المؤتمر الوطني نعتقد إنها وحدة واجبة، فالوجوب يعني أن المؤتمر الوطني لا خيار له سوى الوحدة، إلا أن الأمر هنا عند الإخوة في الجنوب هم الذين يقررون هذا المصير، ورغم حرصنا الشديد والعالم يتوحد، المجتمعات الأوروبية تتوحد، الكيانات الأفريقية تتوحد، ليس هذا هو المناخ الذي ندعو فيه إلى الانفصال، ولكن الآن نحن مقبلون على استفتاء لتقرير المصير بعد عام، ونضع كافة إمكانياتنا لنجعل خيار الوحدة الخيار الأوجب والأكبر. لكن إذا كان خيار الإخوة، الحديث بتاع الأخ الرئيس، نحن نحترم خيار الإخوة في جنوب السودان. يفسر هذا الكلام يا أستاذ فتحي، يعني الآن دينق منوال يقول أن هذا الكلام هو تعبير عن خيار انفصال، هو يقول للجنوبيين تقوقعوا في الجنوب ولا تقربوا إلى الشمال، هذا هو ما فهم من كلام الرئيس بشير حسب ما قال دينق منوال. نأخذ الجانب الآخر من الحديث، إذا كان حديث الأخ الرئيس أمس ينبني على أن نحن نرفض أي قرار بالانفصال، يعني أنه نحن نرفض خيار الاستفتاء الإخوة في جنوب السودان، مع التأكيد على حق الإخوة في جنوب السودان في تقرير مصيرهم، ده لا يعني أنه أماني ورغبات المؤتمر الوطني تحول دون رغبة وخيار الإخوة في جنوب السودان. طيب نحن طيب لا ندعو للانفصال. نعم. طيب سيد ملوال، يعني بالمقابل الانفصال بالنسبة لنا خيار مر. نعم. سيد ملوال، يعني بالمقابل في وبالتالي إلى لكن كلام إذا وضعنا أمام الواقع كان هناك كلام لنائب الرئيس. أوكي سيد منوال، يعني كان هناك كلام إلى جانب كلام الرئيس، كلام سلفا كير مياديت يقول أنه إن عندما تحصل الانفصال، عندما تحصل دولة الجنوب، ستستمر إمدادات النفط، ستستمر إمدادات المياه، لن نذهب إلى المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، يعني أيضا يتحدث بخطاب الانفصال، يهيئ الشارع لحالة الانفصال. لماذا لا يقال هنا أن سلفا كير أيضا يتوجه بخطاب انفصالي؟ حتى هذا حديث السيد النائب الاول القائد سلفا كير مياديت كان تضمين للشعب في شمال السودان، انما قال لهم الرئيس البشير ان الانفصال سيحصل حتى ليؤكد الشعب في شمال السودان ان الثروه السودانيه الموجوده في جنوب السودان لم تكن هذا هو ثروه لشعب جنوب السودان لا وحده، فعليكم حتى لو حضر الانفصال ان الاستمرار تكون العلاقه موجوده ما بين الدولتين اذا حدث.
لكن ارجع للمربع الاول، نحن كحركه شعبيه او الحركه الشعبيه خطابها لن تتغير ولن تتقوى، لكن الضبابيه الذي ظل يسود خطاب المؤتمر الوطني وضح اليوم ان المؤتمر الوطني هو الذي يدعو الشعب، هو الذي يدعو الشعب السوداني الى تقسيم السودان الى تمزيق السودان، ان مثل هذا الخطاب لا يشجع. الحركه الشعبيه اليوم رشح الاستاذ ياسر المان، ياسر المان ينتمي الى نفس المنطقه ونفس القبيله الذي ينتمي اليه هو الرئيس البشير، فهذا كان يفند الأقاويل والأبواق التي ظلت تم ترديده من قبل الدوائر الشوفونية، الدوائر الشوفونية الأنصرية التي ظلت تتهم الحركة الشعبية منها حركة جنوبية، إما حركة تريد يعني سلق السودان من أوروبته أو من إسلامه. لنؤكد للعالم أجمع وللعالم العربي الذين تم إخافهم من رؤية الحركة وإيديولوجية الحركة وبالتحديد جار مصر، اللي تأكد مصر هي اللي ترى ماذا يحصل في السودان، إن الحركة الشعبية تطمن لمصر إنها هي مع الوحدة وترشيح لياسر عمان حتى ليعرف العرب ومصر بما فيه مصر إننا ما وحدة السودان، الحركة ما وحدة السودان، ورشح يعني شخص من شمال السودان واستمرارة مياه النيل لا تحددها شيئا. الحركة تطمئن مصر من الأمس أستاذ محمد جمال عرفة، يعني الآن ديك منوال يطمئن مصر بالأمس سيلفا كير عندما قال أن النيل سيستمر من الشمال من الجنوب إلى الشمال، أيضا كان هناك رسالة تطمئن إلى مصر، هل وصلت الرسالة ولماذا؟ ما فيش شك طبعا أنه هو كان الهدف من هذه الرسالة هو طمأنة مصر، لأنه هناك انزعاج في مصر من أن ينفصل الجنوب وأن تكون هناك خطط للسيطرة على مياه النيل أو على الأقل التدخلات، لأنه كما نعلم هناك علاقات ما بين الحركة الشعبية الجنوبية وبين إسرائيل، وهناك أصلا أصابع إسرائيلية موجودة في منطقة بشكل عام في أفريقيا والمنطقة كلها، فلذلك في مخاوف. لكن الحقيقة أنا حابب أشير لحاجة مهمة، أنه يعني فيما يتعلق بمسألة الانفصال أو الوحدة، وهو أن المانيفستو أو الدستور الأساسي للحركة الشعبية الجنوبية الذي وضعه الراحل جون جارم سنة 83 كان أساسا بيؤكد بالفعل على مسألة أنه يكون هناك سودان علماني موحد، وإن لم يكن هذا أو إذا لم يتم هذا فيتم انفصال الجنوب. أنا أعتقد أنه اختيار الحركة الشعبية الجنوبية لياسر عرمان اللي هو مسلم ومن الشمال ليكون هو المنافس على رئاسة السودان ككل، هو بمثابة يعني في تقديري ضربة معلم، يعني وخطة من المؤكد أنها مدروسة بعناية في إطار مخطط أعتقد أن الغرب يؤيده، إما لتشييد سودان علماني موحد لا تهيمن عليه الحركة الإسلامية عموما كما هو الحال منذ انقلاب البشير، أو على الأقل الفوز بجنوب انفصالي. ولذلك جاء ترشيح عرمان إذا تم انتخابه في هذه الحالة ستتمكن الحركة الجنوبية من وضع السودان من محاولات يعني تحويل السودان للسودان العلماني والابتعاد ويعني عدم تطبيق الشرائع الإسلامية، وإذا لم يتم هذا فسيلفا كير مرشح في الجنوب وسيكون هو المرشح وهو الرئيس الجنوبي في حالة فوزه في انتخابات رئاسة الجنوب أيضا. طيب يعني أكمل فكرة أستاذ محمد جمال عرفة معك أستاذ فتحي شايلة عن موضوع الحديث عن صفقة ياسر عرمان كما قيلت أو كما ذكرت في الصحافة في الأيام الماضية، يعني ترشح الحركة ياسر عرمان ولا يوجد أي إحراج في سحب هذا الترشيح في مقابل ترك الجنوب بالكامل للحركة الشعبية، هل هكذا تحليل قد يجد له طريق في التطبيق برأيك؟ لترشيح الأخ ياسر عرمان نحن ننظر إليه من منظور أنه هذا حق دستوري لكل الأحزاب السياسية بما فيها الحركة الشعبية، وترشيح الأخ ياسر باعتباره من السياسيين في شمال السودان بالنسبة لنا لا يعني شيئا، لأننا ننظر للحركة كمؤسسة سياسية كاملة سواء كان المرشح من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب.